فريق الناموس فتنا مع المركز الاول، ولكن الخطورة مع هداجة. شوفوا هداجة في المركز الثاني، هداجة وانطلاقتها وهاجة، هيلاني في المركز الثاني، ولكن فتنا هي المسيطرة على المركز الاول. فتنا وهداجة والثنتين لهجن الشحانية مع ذات المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي يقود فتنا واللي يقود هداجة على المركز الثاني ويقود الدانا ايضا على المركز الثالث. تهانينا لهجن الشحانية على فوز فتنا بالمركز الاول، وايضا على فوز هداجة بالمركز الثاني، وعلى فوز الدانا بالمركز الثالث. زكريت ايضا، وزكريت على المركز الثاني في هذه اللحظات. لجنة الشحانية مع المبدع حمد بن علي بن حلفان، السيف على المركز الثالث بقيادة سالم بن فاران، ولكن مطفوق دون اي تعليمات دون اي اوامر يسيطر على هذا الموقع المستهدف. تهانينا لجنة الشحانية على فوز مطفوق في هذا الشوط، والتهاني للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. واذكر بان مطفوق بدون اي تعليمات وبدون اي اوامر يحقق هذا العرض الممتاز ويختطف ناموس الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني سيف، لجنة الشحانية بقيادة سالم بن فاران، المركز الثالث زكريت. وصول معزة بشعار هجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، ولكن اعود الى المركز الاول، اعود الى المركز الاول. تقدم العفريت ووصول زاهية، تقدم العفريت على المركز الاول لازالت منذ انطلاقة الشوط مع المركز الاول، ولكن زاهية قلت لكم خطيرة وعليها ترشيحات، وهذه زاهية. زاهية بالمركز الثاني تنطلق بكل قوة، هذه زاهية بالمركز الثاني بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، ولكن المقدمة مع العفريت تفوز بهذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية على فوز العفريت بالمركز الاول. تهانينا. الله، من يتقدم هنا؟ تايه لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقود تايه في التضبير؟ ولكن نعود وإياكم إلى مبعد من غير مجريات هذا الشوط، وانتقل إلى المركز الأول لهجن الشحانية مع سالم بن فاران، ولكن تايه قادم، تايه مع شعار هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الله، غير تايه، غير مجريات هذا الشوط. وتهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز تايه بالمركز الأول، والمركز الثاني مبعد، المركز الثالث. المركز الاول الوطن لهجن الشحانية، ويضمرها حمد بن علي بن حلفان المري. اشوف القادمة، اشوف رهف قادمة على المركز الثاني الان، واصلة الى المركز الاول، ولكن الوطن تحتفظ بالمركز الاول. واشوف رهف قادمة، رهف والوطن، الوطن ورهف، ولكن الوطن يبدو بان الشوط خلاص. رهف انتزعت الناموس. تهانينا لهجن الشحانية على فوز رهف بالمركز الاول. الوطن تأتي بالمركز الثاني، المركز الثالث ضبا، المركز الرابع. مجد وملبي، يا سلام الفوز، ديروا بالكم من النظام، يا سلام اللي بيخطف عليهم بالامتار الاخيره، يا سلام في هذا الشوط نظام يفوز بشوط، يا سلام لهجن الشحانيه في هذا اليوم. تهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية، وتهانينا ايضا لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في مساء هذا اليوم. هذه لحظات الفوز، المركز الثاني وصل شاهين لهجن الشحانية، وفي المركز الثالث. لا
للغاية وبعرض مميز ورائع مع الصدارة بانطلاقة أول المراكز. تتواجد مزور وتمطر مزور مع الصدارة ومع المقدمة تنتزع ناموس هذا الشوط وتتتوج بهذه الانطلاقة الجميلة وبهذا العرض المميز. هجر الشحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري من يقدم لنا مزون مع الصدارة والمقدمة له الثانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز الثاني والتمركات لهجر الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري على فوز مزون بالمركز الأول ثاني المراكز. كان الوصول من قبل ومضة. والمركز الثاني مع البدع، البدع على المركز الثاني وزاهي على المركز الأول، كلها مملوكة لهجن الشحانية، ولكن زاهي بقيادة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري. وعلى المركز الثاني كذلك أيضا البدع لهجن الشحانية ولكن يقوده المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. الله يا سلام يا سلام، دونوا وسجلوا هذه النقطة باسم زاهي وبهذا العرض الجميل وبانطلاقة زاهي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز زاهي بالمركز الأول، والمركز الثاني يصل البدع لهجن الشحانية والمركز الثاني. قادمتين قادمتين، وايضا من الجانب الاخر ايضا من هجن الشحانية المركز الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والاول هجن الشحانية. يا سلام يا سلام، غزلان غزلان 200 متر والوصول، اول نداء لبرزة هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام قادم العملاق باسمين قويين، يا سلام قادم ببرزة واوصاف، اوصاف وبرزة، اوصاف وبرزة، برزة واوصاف، ولكن برزة 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 تختطف ناموس الشوط او اوصاف اوصاف. تهانينا وناموس هجن الشحانية على هذا الفوز الثاني للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مسيطر على المركز الثالث. يا سلام، نسناس انطلق اضاف النقطة بشعار هجن الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا ثاني المراكز في هذه اللحظة، فلاح على المركز الثاني مع ثاني المراكز عند هجن الشحانية عند سالم بن فاران المري، ولكن الناموس يحتله نسناس والشوط يدوم باسم نسناس بشعار هجن الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني فلاح الهجن الشحانية، ثالثا غشام الهجن الشحانية، رابع في هذا المساء قادمين في هذا المساء مع شعار سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وهنا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي تواجد في هذا اليوم، تواجد في هذا المساء، تواجدت بلبلة، بالفعل بلبلة سوت البلبلة في هذا الشوط، تنتزع هذا الشوط. والسلام يا الغرافة، السلام، سلامي وتحياتي من هنا من مضمار الشحانية إلى مهبط الوصول إلى الغرافة بالأخص، الغرافة بالأخص، وإلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. تهانينا لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. المركز الثاني منذ أن أطلق الستار وهو متميز بالانطلاقة الأولى، هجن الشحانية المالكة والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري. يقدم لنا أيضا معروف أو الخليج من انطلق مع الصدارة، يبدو بأن صاحب هذا الشوط الخليج من ينطلق مع أول المراكز، من كان قبل قليل في المرتبة الثانية تواجد مع أول المراكز. إنتاج أم الزبار، وسلام يا أم الزبار، سلام على أيضا على هذا الإنتاج الطيب وعلى حصول الخليج على المركز الأول، حصول خط النهاية. معلن الفوز والناموس، نهني هجن الشحانية ونهني حمد بن علي بن حلفان المري ثاني المراكز. مساء
المسيرة المميزة. يا سلام، مسيرتها بإذن الله تعالى ستكون بإذن الله حافلة بالإنجازات وبأشواط حساسة بإذن الله تعالى. هذه مسيرة بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، نعم 10 على 10 أداء مسيرة وعرض مسيرة وبدون أي تعليمات. تهانينا والناموس، حيوا مسيرة، حيوا إنتاج أم الزبار، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز وتحقيق مسيرة بالمركز الأول وعلى هذا الإنتاج المميز. المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني. في 400 متر الأخيرة هنا الوعب، قلت لكم اللي ما يعرف التعب أبدا، واللي شوط الصعب يا سلام، هذا هو الوعب. ثانيا لجنة الشحانية، سالم بن فران في المتابعة، ولكن ملفت ينطلق، ملفت يا سلام، انطلق ملفت وانطلق الوعب، ولكن ملفت والتيم بيروح، التيم التوقيت اتوقع ان يذهب مع هذين الاثنين. يا سلام، اذا ملفت يحسم هذا الشوط. تهانينا والناموس لجنة الشحانية على الفوز بالمركز الاول والثاني. ثاني للسلطان بن محمد الوهيبي، المركز الثاني الوعب. تنافسي هذا الشعار، ولكن المضمرين هنا سالم بن فران، هنا محمد بن خالد العطية، هنا حمد بن حلفان، ووصل الوهيبي مع المركز الرابع متابعا لغارة، ولكن محمد بن خالد العطية، قلت لكم الناموس يبغيه العطية في هذا الشوط. حرك الحديدة شوي، خلاص يا مضمر جمرة، باقي عندنا اقل من 100 متر. بالفعل جمرة تفوز بهذا الشوط بشعار هجن الشحانية مع المشاغب. أهنيك يا المشاغب، الله الله يا أبو خالد، تستاهل الناموس. محمد بن خالد العطية قاد لقاية في شوط 16 في يومنا هذا في الفترة المسائية مع هجن الشحانية ومع ذهبي المضمرين سالم بن فاران المري. الله، تهانينا والناموس لهجن الشحانية. وهنا نقترب من خط النهاية، وخط النهاية يقف مرحبا بالنمر، والنمر ينقض على خط النهاية، وهو من الأسماء القوية والمميزة هذا النمر لهجن الشحانية. ولكن يعود الشحاني مرة أخرى للمنافسة، ولكن تهانينا لهجن الشحانية على هذا الفوز. هذا فوز النمر لحظة وصول خط النهاية. مركز ثالث شحاني، لهجن الشحانية. مركز ثالث صنديد. ثلاثة أسماء بدأت تتنافس بانطلاقة بقيادة احتياط وبوصول الدودي مع المركز الثاني وبوصول شاع المركز الثالث. شعار هجن الشحانية وشوارد هجن الشحانية تنطلق لتتنافس في هذه اللحظات، والمضمرين يقدمون لنا أيضا هذه الانطلاقات والمنافسات الكبيرة. احتياط شعاع، شعاع احتياط، ولكن يبدو بأن شعاع بدأت تصدر هنالك انطلاقها الجميل مع أول المراكز. يا سلام، يبدو بأن الدخول جماعي ما بين احتياط وشعاع. بالفعل نهني هجن الشحانية، والثاني للسلطان بن محمد الوهيبي وحمد بن علي بن حلفان المركز الثالث. الفوز الذي أراه وهذا التقدم وهذا المستوى الممتاز لهذا الشعار في هذا العام، نتمنى له التوفيق وأيضا كسب وحصد الذهب والرموز والكؤوس والسيوف وغيرها من الرموز الموسمية الداخلية والخارجية منها. هذه إبداع قفلت الشوط متابعينا الأعزاء، والشوط هذا الشوط 18 يسجل باسم إبداع، من أبدعت وتميزت وأيضا لمع نجمها في هذا الشوط. تهانينا لجنة الشحانية، والتهاني للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. كفيت ووفيت يا أبو محمد. المركز الثاني الدخيرة تسير كما سارت أخواتها
في هذا المساء يتسجل هذا الشوط باسم الدخيرة. إذا وصلت على هذا المنوال وعلى هذا العرض رقم المحاولة هنا من فتنة على المركز الثاني لهجر الشحانية، ولكن الله الدخيرة بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نهني هجر الشحانية على فوز الدخيرة، كما نهني هجر الشحانية على هذا الإنتاج وإنتاج أم الزبار. يا سلام، هذه لحظة وصول الدخيرة إلى خط نهاية المركز الثاني. وصلت فتنة لهجر الشحانية المركز الثالث. نعود وإياكم إلى بلشة من غيرت مجريات هذا الشوط، بلشة من غيرت المقدمة. يا سلام على انطلاقة بلشة، ولكن شوف اللي في المركز الثاني، شوف التحركات من أريام وبلشة، بلشة وأريام. يا سلام أريام وبلشة، بلشة وأريام. يا سلام تحركت بلشة وتحركت أريام وبلشة. شوط الختام مشاهدينا ومتابعين الكرام يتسجل مع بلشة ومع تحركاتها. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز بلشة بالمركز الأول. المركز الثاني أريام لهجن الشحانية المركز الثالث.